عشاق الموسيقى الغربية على موعد مع مزاد في نيويورك يعرض قفازات مايكل جاكسون وملابس مادونا وبيونسي وجيتار جورج هاريسون بين مجموعة من مقتنيات عدد من نجوم الغناء في منتصف مايو. وتقول دار مزادات جوليان التي تنظم مزاد المقتنيات الموسيقية إن جيتار المطرب البريطاني وأحد أعضاء فرقة البيتلز جورج هاريسون يعد واحدا من المقتنيات التي ستجذب الاهتمام في المزاد، حيث استخدم هاريسون هذا الجيتار عام 1963 بعد أن قام باستعارته. وتتوقع الدار أن يباع الجيتار بقيمة تتراوح بين 400 و600 ألف دولار. ويعرض المزاد مقتنيات متنوعة للمغني الراحل مايكل جاكسون من بينها قبعته ونظارته الشمسية. وتتوقع دار المزادات أن تباع كل واحدة من هذه المقتنيات بما يتراوح بين 2000 و 4000 دولار، هذا إلى جانب قفازاته الشهيرة المطرزة بكريستالات سواروفسكي السوداء والتي تتوقع الدار أن تباع بأكثر من 100 ألف دولار. ومن بين أهم المقتنيات التي يعرضها المزاد قطعة الملابس الشهيرة بألوان العلم الأمريكي التي ارتدتها مادونا في جولتها العالمية التي قامت بها عام 2001، والتي من المتوقع أن تبلغ قيمتها ما يتراوح بين 20 و 30 ألف دولار، إلى جانب التاج الأسود الذي وضعته بيونسي على رأسها في أغنية هانتد، والذي قد تتراوح قيمته بين 1500 و 3000 دولار. وسوف يقام المزاد في نيويورك يومي 15 و 16 من مايو الجاري. محمد مجدي، رويترز.